جايلكم جايلكم في الحلقة الجاية بمواهب كده برضو جديدة. جايلكم في الحلقة الجاية بمواهب كده برضو جديدة. واحنا هنستناك يا فاتن دايما حبك وانا ساكن. احنا هنستناك يا فاتن دايما حبك وانا ساكن جوه قلوبنا حبيبه. اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويوم جديد وبرنامج رؤيه جديده من قناتي المفضله على قلبي دائما الصحه والجمال. مبسوطه جدا ان انا طالعه لكم النهارده هوا من القناه اللي انا بحبها والناس اللي انا بحبهم. هقدم كل شكري وامتناني لاداره القناه، ثم استاذ نصر الشاهد، ثم عم عزب واستاذ محمد عزب مدير التصوير، وكمان استاذ وليد عماره واستاذ عبد الكريم صوتيات. شكرا لكم جميعا. النهارده هكلمكم على حاجه زي الحلقه اللي فاتت تقريبا. ايه هي؟ ولادنا. ومش هنسى ادهم طبعا 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 طبعا. يا ادهم تسلم لي وتسلم فيديوهاتك. طيب نرجع تاني ونقول احنا هنتكلم على ايه النهارده. العنوان بتاع الحلقه عنوان كبير شويه. ادهم يلا نزله لنا يا ادهم عشان الناس تعرف. يا ترى هنتكلم على ايه؟ ولادنا امانه، ما خلقوا للاهمال ولا للاهانه. تاني، ولادنا امانه، ما خلقوا للاهمال او للاهانه. اوعى تفتكر ان ربنا اداك ابن او ابنه عشان تهينهم او تهملهم بحجه ان انا في الشغل، بحجه ان انا مش فاضي، بحجه ان ماما موجوده. لا اسفه، حضرتك اب ومسؤول. اوعي تهملي ولادك او تعاقبيهم بقسوه بحجه ان انت بتربيهم. لا معلش، بعتذر لك، دي مش تربيه ومش دي الطريقة اللي احنا كلنا تربينا فيها. كان العقاب بالنظرة العين. افتكري كده والدتك وجدتك، كنا من نظرة عين نفهم الأم عايزة ايه، من نظرة عين نهاب الأب بدون ما يمد ايده. يلا النهاردة نشوف ضيوفي وضيوفكم ونشوف هنقول ايه مع أولادنا وهنستفاد ولا لأ. أتمنى ان انتوا تستفادوا. استنوني بعد الفاصل، اوعي تروحوا في أي حتة. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة أكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة أكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومعلومة أكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة. أنا راح أجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة. ورجعنا لكم تاني وبرنامج جديد وحلقة جديدة ورؤية جديدة لينا كلنا. إيه الرؤية الجديدة؟ ولادك يا ترى هم أمانة؟ هتهملهم؟ هتهتم بيهم؟ كان واجب عليا أجيب الجد، كان واجب عليا أجيب إعلامي عنده حكاوي كتير عن التربية والأخلاق. معايا ومعاكم الاعلامي يحيى السيد. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، منور الدنيا كلها بوجودك. اخبارك ايه؟ انا سعيد جدا بالبرنامج اللي انت عاملاه ده. انا اسعد والله بوجودك، لانه بيمس شريحه كبيره جدا من المجتمع. الشريحه كل الاباء والامهات، يعني الطفل، الطفل ده مهم جدا طبعا. يعني احنا افتقدنا حاجات كتيره جدا جدا بسبب موضوع الامهات ما عندهاش الوعي الكافي. احنا نسينا ان هو مشروع العمر. طبعا طبعا، فهو فعلا موضوع دقيق وموضوع مهم، وانا بشكرك عليه بصراحه. تسلم يا رب. لان احنا محتاجين توجيهات كتيره جدا جدا، ومحتاجين برامج كتيره تتكلم عن الطفل، ايه اللي بيحب الطفل، ايه اللي بيحاول يعرفه الطفل، موهبته ايه، مين يتبناه وهو صغير عشان لما يكبر تكبر الموهبه معاه. وزاره التربيه والتعليم ليها دخل، وزاره الثقافه ليها دخل، الناس دي كلها ليها دخل في الموضوع. تمام تمام. فالدوله معنيه تماما بالطفل المصري. كلنا بنتكلم في النفس البشريه وبنقول ان بدايه النفس البشريه والام حامل. نعم. البيبي من وهو في بطن امه حاسس بيها وبصوتها وبزعلها وبفرحها. نعم. لما بدانا ندخل على الاسر ونقول لهم اهتموا باولادكم، بداوا يبصوا لنا نظره ايه؟ ايه بتوع التنميه البشريه اللي داخلين علينا دول؟ ايه بتوع علم النفس دول؟ هنعمل ايه للولاد الصغيره؟ فانا النهارده جايبه لهم نماذج. نعم. وفي الحلقات اللي فاتت كنت جايبه نماذج للمراهقين وللاطفال الصغيره اللي هي الطفوله المتاخره. النهارده. نعم. هيوريهم نماذج، بس قبل ما اوريهم النماذج. نعم. عايز اعرف راي حضرتك، ايه اللي حصل وخلى الام تتجه قوي لطموحها هي شخصي وتنسى طموحها كأم؟ هو حضرتك احنا زمان واحنا بنتربى الام والاب كان ليهم دور كبير جدا في حياتنا. كان الاب بيروح الشغل الصبح ويرجع الساعه 3، كلنا بنتجمع على طبليه واحده زي ما بيقولوا. تمام. وبنقعد كلنا، لازم الوالد يشوف كل ولد وكل بنت عمل ايه ومركز، مركز مركز في شعره، كل حاجه، ضوافره، صلى ولا ما صلاش بالظبط، انت بتاكل بصوت بالظبط، مش سايب الدور كله للام وملوش دعوه بالظبط. حضرتك يمكن التنميه البشريه بتبقى ليها دخل كبير في الموضوع ده، ولكن احنا افتقدنا كتير جدا الجيل اللي جه بعد ابهاتنا. ايوه. كويس شويه لو وجلنا احنا،
لكن الجيل اللي بعد كده بدا يضعف. لاحظ ان كلامك حساس. نعم انت بتتكلم على الجيل بتاعنا، احنا واعيين اهو وبنقول احنا موجودين وهنربي ولادنا. احنا التربيه حضرتك مش معناها ان انا باكل واشرب بس، مش بصرف، مش كريدت كارد. طبعا انا بابا مش فيزا بالظبط كده، ولا ماما كارت عشان اروح بيه للمدرسه. فانا معني تماما تماما كاب وكام بخرج المواهب اللي مع طفلي، اعرف بيحب ايه، اعرف بيمشي ازاي، اعرف بعينه فين. السمع دلوقتي فيه تكنولوجيا، تمام، لازم انظم موضوع التكنولوجيا مع الطفل من صغره عشان يستفيد منه. تمام. لان هو الولد طول النهار ماسك الفيسبوك وماسك الالعاب وعمال يدور على الحاجات اللي ملهاش لازمه. يعني اخلي الحاجه نعمه وليست نقمه. بالظبط كده. الحاجه اللي في ايدينا التكنولوجيا دي هي ادمان تبقى نقمه، لكن انا ممكن ارجعها تاني النعم وتبقى خير علينا وعلى اولادنا. طيب. تهذيب حضرتك الرؤيه. تمام. والوقت مهم جدا جدا للطفل. انا اقول له يتفرج على ايه واحببه فيه، وفي نفس الوقت اساله بعد ما يتفرج ايه واستفاد ايه. عندي سؤال كده. اتفضلي. مضايقني كده. اتفضلي. انت كده بترمي كلامك كله بتقول الاب. نعم. الاب يعمل. نعم. يعني عايز تقول ان الاب له دور كبير طبعا اكتر من الام؟ لا، هو مش اكتر من الام، لان الاب بيطلع بره البيت. لكن دلوقتي في مشكله كبيره ان الاب والام بره البيت. ما احنا بنجيب مربيه او يعني بنودي مدرسه انترناشونال او مدرسه كويسه. حضرتك المربية بتنقل نفسيتها أخلاقيتها وعاداتها وتقاليدها هي وليست الأمومة. فهي الأم لما المربية لما تربي الطفل خلاص بيطلع طبعها ويحتمي فيها في أي مشكلة. ناسي الأم دي مشكلة كبيرة جدا. زمان كانت في موجودة برضو العملية دي. تمام. الناس عالية القوم كانوا بيجيبوا مربية عشان هم مش فاضيين. أستاذي الجميل عمل فيا مقلب، أستاذ وليد المخرج دلوقتي، وكنت عايز أعمل مفاجأة للمشاهد بس هو حرقها لي. نعم. وظهر لنا على الشاشة شخصية أنا بعتز بيها، أنا شخصيا بحترمها جدا وبعزها جدا. نعم. طبعا ما أقدرش أخبي عليكم إن إحنا معانا النهاردة الشيف حسن الرفاعي، ولكن كنت عايز أعملها مفاجأة، وطبعا أستاذ وليد طلعه لنا على الشاشة. أهلا يا شيف حسن. إزي حضرتك؟ عامل إيه؟ منور الدنيا. ربنا يعزك بوجودك. طبعا أنا وأنت هو حرق لنا المفاجأة، معلش. أحلى مفاجأة برضه. أحلى مفاجأة بوجودك معانا النهاردة. ربنا يخليك يا أستاذة. تعمل لنا إيه النهاردة؟ احنا النهارده احنا بما ان حضرتك بتتكلمي عن التنميه البشريه. أيوة. والاطفال، احنا يعني عارفين عن الاكل الصحي. عن الاكل الصحي احنا دلوقتي بنسمع عن ورقه لحمه. أوه. ورقه سجق، ورقه كبده. أيوة. طب مع ان اطفالنا واولادنا ما بيحبوش الحاجات دي. أوه. يعني قليل لما تلاقي طفل بيحب لحمه وبيحب كبده وبيحب سجق. تمام. فالنهارده هنطلع نعمل حاجه مختلفه، هنعمل ورقه فراخ. ورقه فراخ. مفيش طفل ما بيحبش الفراخ. انا اطفال وهيحكموا عليك يا شيف حسن ان شاء الله هتعجبهم باذن وأنا الله. وانا اول طفله فيهم. حضرتك فوق راسي. هنسيبك تعمل شغلك ومش هنعطلك وهنرجع لك كل شويه كده عكسك. ماشي. نورتنا. ربنا. نرجع تاني للاعلام الجميل يحيى السيد. نبهنا لدور الام والاب، ولكن لا نغفل ان ده لازم اقول للام، اوعي تنكري دور العم والعمه. نعم. اوعي تنكري دور الخال والخاله. نعم. اوعي تقولي ان الجد كبير ومش فاهم ولادي عايزين ايه، او الجده كبيره في السن او مريضه ومش مستحمله صوتهم. بالعكس، لازم كلنا نتجمع تاني زي ما حضرتك، انا هسرق منك اللفظ، نتجمع على الطبليه. نعم. تاني مع بعضنا. نعم. لفظ الطبليه هنا كنايه ان احنا نتجمع. بالضبط. مش فكره ان احنا نقعد على طبليه، ولو قعدنا مش عيب، دي من ضمن عاداتنا وتقاليدنا. نعم. طيب تنصح كل اب وام يعملوا ايه في الايام اللي احنا فيها، في ظل الظروف اللي احنا فيها وحط فيها الكورونا؟ انت قلتي حاجه مهمه جدا، الجد. اه طبعا. انا جدي كان بيعلمني، كان جاهل، ما عندوش، مش متعلم، بس كان عندهم بصيره. كان عندهم ده كان بيحفظ فهم. شعر. اه يعني ده كان بيقول لي على ابيات شعر عشان اقولها عشان يديني فلوس. تمام. فقال حاجات جميله جدا انا لحد الان حافظها. تمام. يعني العلم نور لمن عمل به، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، فوز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياؤه. هو اللي علمني الكلام ده. الله يرحمه. شوف بس أنت لسه فاكر إزاي؟ لسه فاكر. يبقى في تأثير لكل العيلة. بالظبط كده. فأنا ما ينفعش ألفظ حد من الأسرة. في تأثير. بالزبط. ولا تقصير؟ في الاتنين. ولا الاتنين موجودين دلوقتي موجودين. في مجتمعنا الاتنين. اما بيبقى فيه تقصير بيبقى فيه تاثيره. تمام. ولما يبقى فيه تاثير بيبقى اثره على اولادنا بالخير والنعم والسعاده. بالظبط كده. فهو الموضوع حساس جدا. برضو حضرتك نرجع تاني نتبنى الاطفال من الصغر ونعرف توجيهاتهم ايه او توجهاتهم يحبوا ايه عشان ابدا انميها جواها، لان تمام. احنا مجتمعنا مليان. انا شفت مواهب في وزاره التربيه والتعليم فظيعه،
بس مين يتبنى؟ كلنا موجودين. فاحنا عايزين رؤية جديدة النهاردة، رؤية جديدة وكل وبرامج كتير جدا. أنا فخور جدا بالبرنامج اللي انت عاملاه، احنا اللي فخورين بوجودك معنا والله. فعلا انت ممتازة في الموضوع ده. تسلم. بس كده شهادتك هتبقى مجروحة والناس يقولوا ان احنا والله بالجميل بس كدا. عشان الغدا بس بعد عشان كدا. الغدا والشيف حسن. طيب ماشي. طيب اسعدنا بصوتك الجميل لحاجة بقى للأطفال. نعم. حاجه الاطفال. انا اغني معاك. كنا بنقول لحضرتك زمان، امسك بقى المايك بقى كده كنا بنقول زمان ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطه قال لها بسبس قالت له نو 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 ماما قالت له سيب القطه وخليها في حالها ساب مدرسته ورمى كراسته وراح جري شكلها راحت القطة مخربشة ايده ولما مسك ديلها وادي جزات اللي ما يسمعش كلمة ما بتقولها ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو 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 نو. الفنان محمد فؤاد لما قال الاغنية دي هو غنى للاطفال كتير، هو كان عاشق للطفل حقيقي. فاحنا اولا بنوجه الشكر عيله الحو، عيله محمد فوزي كلها، وبنقول فين الاغنيه اللي بتخص الطفل دلوقتي برضو. وهنا بيقول لهم بيعلمهم حاجه انه يسمع كلام ماما وما نعم يسيبش المدرسه. نعم يعني جوه الاغنيه الجميله مجموعه من الاوامر بس بطريقه لذيذه. هو بص حضرتك انا ممكن اقبل اي حاجه كطفل بس مش بالامر، مش بالامر، بالحب، احببه بالحب والاحتواء، انا اكافئه اعاقبه بس العقاب يكون على مستوى الحدث. قول لي هو انت وقتك بيخلص معايا بسرعه ليه؟ هقول لحضرتك يعني. احنا بنتكلم اصل في كيمياء. ايوه يعني حضرتك تنميه بشريه انت كويسه جدا ما شاء الله، دي شهاده اعتز بيها. ورياني. أيوة. فانت بتسالي الاسئله اللي هي بتطلع الحاجات المهمه. طب انا عايزه اغنيه حلوه كمان. نعم. للاطفال عشان معانا اطفال النهارده. نعم. تحب تسمعي اللي انت تحبه انا بحبه. نسمع للاطفال. نسمع للاطفال. طب احنا طفل كبير ولا طفل صغير؟ انا اصغر طفل هنا ما تقلقش. ممكن نقول والله مش خاطر على بالي. طب قول لنا للكبار عشان ماما وبابا ما يزعلوش. غني لي شوي شوي غني لي وخد عيناي غني لي شوي شوي غني لي وخد عيناي خليني أقول ألحان يتمايل لها السمعين وترفرف لها الأغصان إن أنجس مع الياسمين وتسافر لها الركبان طويين البوادي ضي شوي 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 غني لي غني وخد عيناي. لا 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 برافو شيف شقف يا لي. برافو. ايه الجمال ده. بص حضرتك بتوحشنا. الله يخليكي الله يخليكي. هو بص حضرتك الفن يعني المغنى حياه الروح فعلا، هي قالت ام كلثوم كده، لما يكون الانسان جواه في قطعه فن حته فن بيعمل كل حاجه حلوه. صح. عشان فيها احساس. بالظبط. ما بيعملش حاجه غير اللي حاسسها. الرسم، الغنى، الشعر، الموسيقى، الحاجات المهمه دي جدا لازم ننميها جوه الاطفال. عايز الحق واخد منك نصيحه لكل ام. حبوا اولادكم صح. الله عليك الله عليك. حبوا اولادكم صح. هختم بالنصيحه الجميله دي واقول لكم فاصل صغير وهرجع لكم تاني، اوعى تروحوا في اي حته. سعيدة في رؤية جديدة وانا هديك معلومة اكيدة وانت معانا هتشوف صورة بمواهب شابة ومغمورة انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة يمكن ازيك يا جوجو؟ ازيك رايحة برنامج ايه؟ نقادي. مع مين؟ دكتور فادي. هتعملي ايه؟ هتعمل مع دكتور فادي. انتي بتحبيها ولا لا؟ ازيك يا عبد الرحمن عامل ايه؟ كويس. رايح فين بكره هتعمل ايه؟ رايح برنامج رؤيا جديده. هتعمل ايه في البرنامج؟ هتكلم مع دكتور فهد.
انت بتحب دكتور فاتن ولا لا؟ ايوه بحبها. ايه اكتر حاجة بتحبها في دكتور فاتن؟ رايحة فين يا هموسة بكرة؟ مع الدكتور اللي فات. فين؟ جديدة رؤية، بحبها قد الدنيا أحسن بتاع الدنيا أوي. طب أنت هتعملي إيه عندها بكرة؟ هفهم. رايح فين بكرة؟ مع الدكتور فين؟ فين؟ البرنامج بتاعها. اسمه إيه؟ لا يا جديد. وهتعمل إيه هناك؟ هلعب تو. بتحب دكتورة فاتن؟ اه. ليه؟ عشان هي هتوديني معاها. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة. انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة، اعمل لينا حاجة فريدة. يلا تابعنا في وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة. انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة. ورجعت لكم تاني معايا بقى حلقة كده بالنسبة لي انا غريبة وجديدة، بالنسبة لكم انتوا جميلة وشيقة ان شاء الله. هتعرف بالولاد الجمال ونشوف ازاي اثرنا في ولادنا برغم صغر سنهم، لكن كان في بعض الحاجات اللي الام شايفاها مش مظبوطه وظبطناها. شوف كده الولاد هيقولوا ايه معايا ومعاكم. اول ضيف واول بطل معانا النهارده عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن؟ كويس. ارفع كده المايك. كويس الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. تعرف تقولي اسمك؟ اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن ايه؟ عبد الرحمن محمود احمد طايع عبد الوهاب احمد. كل ده شايل لوحدك؟ اسمك جميل يا عبد الرحمن. طيب يا عبد الرحمن انت بتروح المدرسة ولا أيوة. اجازة؟ ايوه بروح. بتروح المدرسة، برافو عليك. مش خايف من الكورونا؟ فاكر لما كنت خايف ومش عايز تروح؟ دلوقتي بقيت عايز تروح؟ ها؟ خايف شوية بس ما كنتش خايف كتير. عندنا مفاجأة ان عبد الرحمن زي كل الاطفال في الفترة اللي فاتت او في الموسم اللي فات كانوا الام مخوفاهم، لا ما تنزلش، لا ما تسلمش على حد، لا اغسل ايدك، لا مش هننزل خالص، ما حدش يجي عندنا البيت. فوصل لمرحله فوبيا من حاجه اسمها كورونا، لدرجه يلا نروح المدرسه يا عبد الرحمن كان رافض تماما. عبد الرحمن، ولكن احنا وصلنا ان عبد الرحمن دلوقتي بيروح المدرسه. مبسوط ولا زعلان؟ ارفع المايك. مبسوط. مبسوط؟ هتروح مش خايف؟ برافو عليك. تقدر تقول لي انت في سنه كام؟ ثانيه ابتدائي. ثانيه ابتدائي، يعني كبير وراجل. بس راجل صغنن صح؟ طيب قولي يا عبد الرحمن انت بتحب تلعب ولا تلون ولا تلعب كورة ولا تلعب تنس؟ كورة. تحب الكورة، وايه كمان غير الكورة؟ انت وريتني سكتشات كده وهتطلع على الشاشة دلوقتي. عم وليد المخرج هيطلعها لك. انت بتحب تعمل ايه في السكتشات دي؟ بلونها. بتلونها، ورينا بقى. هيشورونا دلوقتي صور وتحكيلي قصة كل صورة، ماشي؟ طيب قولي بقى مين علمك التلوين؟ الحق بص الارنوب الاول اهو. مين اللي علمك انك تلون؟ رد بقى عليا في المايك. مريم. مريم، مين مريم؟ مريم اختي. معلمك ترسم. طب هو الارنب اصلا فيه ارنب احمر؟ لا. فيه ارنب احمر ولا انت ليه لونته بالاحمر؟ وارنب اصفر ولا انت بتحب الالوان دي؟ الصوره حطيناها فوق. اه ما هم حاطينها الصوره عشان انت كان يتكلم عليها والناس تعرف ان انت شاطر. انت بقى بتحب الرسم ولا تحب التلوين؟ التلوين. التلوين اكتر. طيب تقدر تقول لي انت بتحب ماما اكتر ولا بابا؟ الاثنين. الاثنين بتحبوه. مين كان بيتنرفز عليك بزياده؟ ماما. ليه؟ عشان ما كنتش بنام بدري. عشان ما كنتش بتنام بدري. طيب وبعد ما دربناك وبقيت تسمع الكلام وبتنام بدري، وماما كمان قعدت معانا، دلوقتي بقى بتزعق لك زي الاول ولا لا؟ بنزعق ساعات كده عشان انت طفل مشاغب صح؟ مش مشاغب. امال هي بتزعق لك ليه؟ مش بنام بدري. عشان برضو مش بتنام بدري. طيب تقول ايه لاصحابك اللي في المدرسه اللي شايفينك وقرايبك اللي شايفينك في التلفزيون في البيت عشان يناموا بدري وماما ما تزعلهمش، تنصحهم تقول لهم ايه؟
يسمعوا كلام ماما ويناموا بدري ولا يبقوا اشقياء زي عبد الرحمن؟ يناموا بدري. يناموا بدري؟ ماشي يا عبد الرحمن. ممكن تدي المايك لاخوك؟ هو اخوك كان قاعد جنبك يعني. اهلا اهلا، معايا بطل تاني هيتكلم عن نفسه، اسمه محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. برافو يا محمد، عامل ايه؟ كويس. خليكي معايا يا همسه، شوفي بيعملوا ايه، شيلي ايدك سيبيها. انت كويس الحمد لله؟ تعرف تقولي اسمك؟ اسمك ايه؟ محمد علي. محمد علي. تروح المدرسه يا محمد؟ تمام. بتحب المدرسه ولا نص نص؟ نص نص. نص نص. طيب ليه بقى ما بتحبش تروح المدرسه؟ عشان بتصحى بدري؟ ماما كانت مش عارفه ان انا مش عارف بروح المدرسه ولا لا. طيب احنا معانا تليفون، تيجي نشوف مين اللي بيكلمنا يا همس. اسمعي كده يا همس، نشوف مين اللي بيكلمنا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله تمام. مين الصوت ده يا ولاد؟ مين عرف الصوت؟ مين الصوت ده؟ مامتي. دي مامتك انت. اهلا وسهلا استاذه فاطمه. ازيك يا جوج؟ رد على ماما، اديها المايك. ها هي هترد عليك. ازيك يا ماما؟ ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ منورانا يا ست الكل. الله يخليك، تنورك والله. قولي لنا بقى، ما شاء الله عليك انت والاولاد، ان شاء الله ما شاء الله عليهم. قولي لنا بقى تجربتك مع التنميه البشريه او مع النفس البشريه، وازاي كنت رافضاها في الاول، وازاي وافقتي ووصلتي لايه؟ رفضت في الاول بس كده حسيت باختلاف كبير طبعا الحمد لله، وتعدلت حاجات كتير في سلوكيات الاطفال. اتعدلت سلوكيات كتير. طيب قولي لي ايه اكتر سلوك انت كنت ملاحظاه وراح منهم خلاص الحمد لله او قل كتير؟ العصبيه اكتر حاجه، والصوت العالي، الردود بتاعتهم. الردود بتاعتهم برغم صغر سنهم. طيب تحبي تنصحي كل ولي امر او كل ام واب تقولوا له ايه؟ تعالي يا همسه اقعدي. بنصحهم اني بالتنميه البشريه طبعا، بدات التنميه البشريه وده بدعم الفكره دي جدا دلوقتي طبعا، لان اهم حاجه التربيه النفسيه للاطفال. يعني حضرتك بعد ما كنت معترضه موافقه تماما، وكمان بتقولي للناس يا ريت تدعموا ولادكم ويا ريت تقدروا الموضوع ده. طبعا، عشان يعرفوا يتعاملوا دلوقتي مع الجو المحيط بيهم، ظروف الحياه وكلب كتير ونفاق، يعني الوقت صعب شويه بالنسبه لهم. تمام. حضرتك تحبي تضيفي اي اضافه تانية وتوجهي بيها للناس كلها وكل الاسر، وتبقى نصيحه من حضرتك كام لكل ام مصريه؟ والله نخلي بالنا من اطفالنا ونركز معاهم اكتر واكتر، عشان احنا بنشغل عنهم كتير بصراحه في ظروف الحياه اللي احنا فيها. شرفتيني ونورتيني استاذه فاطمه، ميرسي لذوقك. بشكر حضرتك. نرجع تاني لولادنا ونشوف هيكلمنا محمد على ايه اكتر حاجه كانت بتضايقه. ادي المايك يا لولو، ادي المايك لمحمد. كلمني يا محمد بقى، قولي ايه اللي كان بيزعلك من ماما او بابا؟ بابا ساعات بيزعلني شويه. وانت بتعمل ايه لما بابا يزعلك؟ عشان ايوه شاطر، قول. عشان بقول لماما او بابا ينيمون. يعني هما عايزين تنام بدري عشان تروح المدرسه بدري، وانت بتبقى عايز تسهر زيهم زي الكبار صح؟ هو دي الحاجه الوحيده اللي بيزعلك فيها بس؟ بس انت شايف ان بابا صح مش كده؟ مش كده؟ طيب هستاذنكم فاصل صغير صغير جدا وارجع لكم تاني، اوعوا تروحوا في اي حته، استنونا. سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة، انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة يمكن تبقى. ازيك يا جوجو؟ ازيك؟ رايحة برنامج ايه؟ نقادي. مع مين؟ دكتور فاتن. هتعملي ايه؟ هتعمل مع دكتور فاتن. انتي بتحبيها ولا لا؟ ازيك يا عبد الرحمن، عامل ايه؟ كويس. رايح فين بكره؟ هتعمل ايه؟ رايح برنامج رؤية جديدة. هتعمل ايه في البرنامج؟ هتكلم مع دكتور فاتن. انت بتحب دكتور فاتن ولا لا؟ ايوه بحبها. ايه اكتر حاجة بتحبها بدكتور فاتن؟ تعلمني حاجات حلوة. رايحة فين يا هموسة بكره؟ مع دكتور فاتن. فين؟ ايه دي ده؟ ايه
بحبها قد الدنيا احسن بتحدني قوي. طب انت هتعملي ايه عندها بكره؟ هفهمها. رايح فين بكره؟ هذا التلفزيون. فين؟ البرنامج بتاعها. اسمه ايه؟ لا يا جديد. وهتعمل ايه هناك؟ هلعب توب. بتحب دكتورة فاتن؟ اه. ليه؟ عشان هي هتوديني معاها. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة. انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة، اعمل لينا حاجة فريدة. يلا تابعنا في رؤية جديدة. ورجعنا لكم تاني ومع أطفالنا الجمال ومع أسرنا الجميلة اللي كلنا بنقول رغم صغر سنهم ولكن لازم نتدرب إزاي نعملهم ونرجع لهم تاني وناخدهم في حضننا. معايا دلوقتي ومعاكم همس. يا هموسة، همس صباح الخير، كلمي بقى في المايك. عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ كويسة الحمد لله. قولي لي اسمك إيه؟ أنا عارفة همس بس اسمك إيه؟ همس. وبابا اسمه إيه؟ علي العجوز. علي العجوز. بابا بيشتغل إيه؟ بيروح الشغل. بيروح الشغل. طيب وانت بتزعلي وبابا رايح الشغل ولا بتبقي مبسوطه؟ مبسوطه. بتبقي مبسوطه. طيب انت كنت جايه النهارده وبتقولي في الفيديو، بتقولي انا جايه افهم. عايزه تفهمي ايه يا همس؟ بابا. عايزه تفهمي بابا. شفت بقى همس عايزه تفهم بابا. طيب انت لو فهمتي بابا هتبقي مبسوطه ولا زعلانه؟ زعلانه. هتبقي زعلانه ولا مش زعلانه؟ زعلانه. مش زعلانه. تحبي تقولي ايه لماما دلوقتي؟ تقول لها انا بحبك ولا تقول لها انا زعلانه منك؟ بحبك. لا مش سامعين، ماما مش سامعه، عايزين هي في البيت تسمعك. ها بحب. هتقول لها بحبك. طب وتقولي لبابا ايه؟ بحب. بحبك. طيب كويس، ادي بقى المايك لزميلتك جنبك اختك. صباح الخير. كويس. انت كويسه؟ اسمك ايه؟ لجيني. اسمك لجيني. ايه بابا اسمه ايه؟ بابا اسمه ايه؟ محمود. يبقى اسمي لجيني محمود صح؟ بيشتغل ايه بابا؟ بيروح الشغل. بيروح الشغل، حلو قوي. طيب قولي لي يا لجيني، مين اكتر بقى واحد بيحب لجيني وبيجيب لها هدايا وبيفسحها، ماما ولا بابا؟ بابا وماما. الاثنين؟ يعني نقول لهم برافو للاثنين. تقولي لماما ايه؟ بحبك ولا زعلانه منك؟ بحب. والبابا؟ بحب. طيب تقولي لاصحابك اللي في المدرسه وفي الحضانه في الكيجي واصحابك اللي في البيت، تقولوا لهم وحشتوني ولا انا مبسوطه ان انا هنا؟ اقول ايه؟ بص 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 في الكاميرا هناك كده، قولي لهم. هتقولي لهم ايه؟ هتقولي لهم وحشتوني؟ قولي لهم. طيب قولي لهم بصوت عالي وحشتوني. لا انا مش سامعه، انت سامع يا معزم؟ مش سامع. طب نشوف ماما بقى وتردوا عليها، نشوف مامة مين هتتصل. الو الو الو، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا اهلا. ازيك يا ماما؟ انا مامة محمد وهمس. مامة محمد وهمس. ادي المايك لمحمد عشان يرد. اتفضلي حضرتك، احنا معاكي، ليكي سؤال ولا مام. ايه تجربتك معانا؟ انا يا ماما. لا تجربتي كانت كويسه الحمد لله، حاجات اتغيرت فيهم في الفتره اللي كانوا قاعدين فيها، ما فيش نزول، كان في انطوائيه وعصبيه، الحمد لله بقوا احسن. اهو ربنا يهديك. يعني انت تعرفي تقعديهم كده في البيت؟ ايه مش دايما. مش دايما، بس الى حد ما وصلنا للمرحله دي دلوقتي. اه الحمد لله. الحمد لله. ولسه خايفين فعلا وعندهم فوبيا من الكورونا ولا حسيتي ان الدنيا اهدى؟ لا هديت الحمد لله عن الاول عندهم. طيب الحمد لله. تدي نصيحه لكل ام وتقولي لها ايه النهارده؟ يهتموا بنفسيه الطفل، يعرفوا يتعاملوا معاهم عشان هم زينا برضو، يعني بيبقى بيحسوا بس مش بيعرفوا يعبروا قوي. طيب احنا متشكرين جدا جدا ليك النهارده، وبنشكرك على انك استضفت خليتينا نستضيف الولاد ونوري الناس ازاي احنا بنوصل لمرحله كويسه من الادب والاخلاق بهدوء ومن غير عصبيه. شكرا لحضرتك ولاتصالك. هنرجع تاني لولادنا، وطبعا لازم اقول الشيف حسن عملت لنا ايه عشان الولاد الصغيره دي. تعالوا يا اولاد نشوف الشيف حسن هيعمل لنا ايه. عملت ايه للولاد؟ بالنسبه للاولاد انا قطعت لهم شويه تفاح. الله. انما لسه بقى ورقه الفراخ لسه في الفرن. لسه في الفرن. لسه في الفرن. يعني انت دلوقتي هتقدم لهم التفاح؟ لا هياكلوا التفاح من غير فراخ. بعد الفراخ هياكلوا تفاح؟ طبعا. طيب هنقول لعمه ايه بقى على التفاح والفراخ اللي عاملها لنا؟ نقول له شكرا تسلم. ايه؟
تسلم ايدك. يلا في المايك كلكم كده قولوا شكرا يا عم وتسلم ايدك. شكرا يا عم وتسلم ايدك. يلا ادي لعبد الرحمن. انت عسل. شكرا يا عم وتسلم ايدك. ادي الهمس. همسة مش فاضيه. لا هتقول تسلم ايدك يا عم. تسلم ايدك يا عم. طيب شوف بقى شوف. يلا اللي جاي. تسلم ايدك يا عم. تسلم ايدك يا عم. وشفت بقى ربنا يبارك لكم يا رب. فاصل صغير وهنرجع تاني، اوعوا تروحوا في اي حته، استنوني جايه لكم على طول. سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة، انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة يمكن تبقى. ازيك يا جوجو؟ ازيك يا ماما؟ رايحة برنامج ايه؟ نقادي. مع مين؟ دكتور فاتن. هتعملي ايه؟ هتعلم مع دكتور فاتن. انتي بتحبيها ولا لا؟ بحبها. ازيك عبد الرحمن عامل ايه؟ كويس. رايح فين بكره؟ هتعمل ايه؟ رايح برنامج رؤية جديدة. هتعمل ايه في البرنامج؟ هتكلم مع دكتور فاتن. انت بتحب دكتور فاتن ولا لا؟ ايوه بحبها. ايه اكتر حاجة بتحبها بدكتور فاتن؟ تعلمني حاجات حلوة. رايحة فين يا هموسة بكره؟ مع دكتور فاتن. فين؟ جديدة بحبها قد الدنيا احسن بتحدني قوي. طب انت هتعملي ايه عندها بكره؟ هفهم. رايح فين بكره؟ دكتور فين؟ فين؟ برنامج بتاعها. اسمه ايه؟ لا يا جديد. وهتعمل ايه هناك؟ هلعب توب. بتحب دكتورة فاتن؟ اه. ليه؟ عشان هي هتوديني معاها. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة، انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة يمكن تبقى في يوم مشهورة. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة، انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة يمكن تبقى في يوم مشهورة، تعمل لينا حاجة فريدة، يلا تابعنا في رؤية جديدة. ورجعت لكم تاني وفقرة بقى الشيف حسن، ونشوف الشيف حسن هيجيب لنا ايه من الفرن دلوقتي. ورينا بقى، انت قلت لي مفاجأة. وقلت لي من شوية في الفقرة اللي فاتت كل الناس ورقة لحمة، ورقة كبدة، ورقة سجق، ورقة جميع أنواع الورق، لكن نسيوا الفراخ. مع إن إحنا كلنا بنحب الفراخ وخاصة الأطفال. برافو عليك. طيب فأنت عملت لي بقى إيه؟ أنا عملت ورقة فراخ ممتازة. قول لي الأول مقادير عشان أنا بحب أجرب، وقول لي بتتعمل إزاي، وبعدين افتح بقى السر بتاعك. تمام. هو إحنا بنقطع بصل. تمام. بصل حلقات خالص زي اي ست بيت بتقطعه. طيب. وطماطم وفلفل. بصل وطماطم وفلفل. تمام. ده الثلاث حاجات دول اساسيات. في ناس بقى بتحب تبقى بتخلي شكلها احلى فبتحط لها فلفل الوان. تمام. وبرده الفلفل الالوان بيدي لها تيست اعلى، بيدي طعم وريحه اكتر وشكل. تمام. تمام تمام. ده بالنسبه لتقطيع الخضار عليها. بالنسبه بقى للتوابل بتاعتها، احنا بنحط مرقه دجاج خفيفه خالص، يعني مع انها فراخ احط لها مرقه دجاج عشان التست بتاع الطعم. بيدي تيست فظيع. وهنحط ورق لورا. تمام. ورقه او ورقتين وحبهان وشويه فلفل اسمر بسيط والثوم. طبعا الثوم التوابل بتاعتنا العاديه، اللي هي التوابل العاديه خالص، مفيش اي حاجه غريبه غير ان احنا هنحط جزء من مرقه الدجاج. تمام. حلو. وكمان الـ 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 الفراخ لما بتكمريها كده بورقه زبده وورق فويل من فوق منها. انا كنت قاعده وشم الريحه بصراحه. لا ده كمان الشكل يا استاذه فاتن ما اقولكيش. طيب انا ماشي. كنت هاكل نصها وانا جاي، بس قلت مش مشكله. هنشوف عم عزب هيحط لنا الكاميرا وهيقرب لك ليها. وافتح. طيب. بقى هنفتح يا عم عزب، وهنتخانق كلنا دلوقتي عشان مين ياكل ومين يدوق. محدش هيمد ايده عم عزب. محدش هيمد ايده. الله على الريحه يا جماعه، انتوا مش شايفين الريحه شكلها ايه هنا. طب انا لازم ورقه زبده؟ هو الاصح، لان ورق الفويل ممكن. انت عشان الكاميرا احنا لا احنا كده كده احنا هنحطها انت هنا. انت هتنقلها. انا اهو انا بوري الكاميرا اهي. تمام. هي الريحه تحفه بصراحه، يعني الريحه فظيعه. طبعا احنا بنقدم بقى في طبق كده اهوت.
هو انا ممكن اقدمها بالورقه بتاعتها كده بالفويل هو ولا يبقى شكلها هو مش يبقى حلو؟ شكلها مش لطيف لان احنا حاطينها في كذا ورقه فهو كده احلى. انا كنت متخيله ان انت كمان هتبقى حاطط مثلا قطع فراخ بانيه، لكن انا اتفاجئت انها فراخ صحيحه يعني بعظمها. هي فراخ بعظمها ويستحسن يبقى وراك، يستحسن يبقى وراك. يعني اي ست بيت دلوقتي عندها وراك محطها في الثلاجه مش بتستخدمها تقول لك مثلا ايه البانيه او الصدور هعملها بانيه، طب الوراك هعملها ايه؟ انا بقول لحضرتك اعمليها ورقه فراخ للاطفال تبقى قريبه من الشيش تاوك كده شويه عشان ما ريحته قريبه منها شويه. لا هو الشيش تاوك حاجه، الشيش تاوك على الفحم عشان الوراك يعني انما ديت لا مش على الفحم. تمام، تسلم ايدك بصراحه، شامم الريحه يا معذر. هناكل ونسيب الناس بره انا وانت بس. شيف حسن لا كمان الف هنا الف هنا. طيب نرجع تاني للمقادير وفكر كده ساده المشاهدين. طب تليفوني الاول. الو الو الو. ايوه يا فندم، ممكن اعمل مداخله مع الشيف حضرتك؟ حسن. بالفعل في جوه المداخله، اتفضل. نعم، انا الحقيقه انا مبسوطه من المنظر ومنظر ورقه اللحمه. انت لو شميت الريحه هتنبسط اكتر بصراحه. يعني ورقه الفراخ احنا متعودين نعرف ورقه لحمه ورقه لحمه، تمام، لكن ورقه الفراخ دي كانت جديده علينا بصراحه. ما احنا لازم نقدم كل جديد، البرنامج اسمه رؤيه جديده فلازم نقدم كل جديد. يا ترى احنا دلوقتي طعمها ايه؟ بتتعمل ازاي الحاجات دي كلها؟ يعني عايزين ست البيت تبدا تعمل بقى ورقه الفراخ. تمام، انا هخلي الشيف حسن دلوقتي تاني يكرر المقادير ويعمل لنا كل حاجه دلوقتي. عناية. يقول لنا بالظبط المقادير والتوابل وكل حاجه حالا تحت امرك يا فندم. نشكره جدا والله، شرفنا بتليفون حضرتك. انت يعني شيف روعه، وان شاء الله باذن الله تعمل لنا حاجات احسن واحسن. ان شاء الله ان شاء الله تحت امرك، ربنا يعزك. اتفضل معانا يا فندم. يا ريت والله. المره الجايه ان شاء الله حضرتك تبقى معانا. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. طيب معلش، هو انا كنت بقول لك بالصدفه قول لنا المقادير تاني، والمتصل قال لك عايز المقادير تاني، فبالراحه كده وقول لنا المقادير بشويش. احنا هنجيب واحده واحده كده اهو. أيوة. احنا هنجيب البلانشه بتاعتنا، وهنجيب السكينه بتاعتنا، وهنجيب البصل ننضفه ونقطعه جوليان او حلقات على حسب ما حضرتك بتحبي تقطعيه، وهنجيب الطماطم برده مغسوله جميله هنقطعها برده نفس التقطيع بتاع البصل، والثوم لو حابه ان انت تحطيه مفروم او حتى حابه ان انت تفرميه بالسكينه برده هيبقى افضل، هيدي تيست اعلى اعلى ما يكون ان هو مفروم. وقلنا هنجيب الفلفل الاخضر العادي الروبي مش حراق، حراق او مش حراق ديت لو انت عايزه بتحب الحاجه مشطشطه ممكن في اسر بتحب الحاجه حاميه تحطي قرن فلفل اللي هو الاخضر الحراق برده بيبقى التيست بتاعها جميل جدا بيه. وفلفل الالوان هنجيب فلفلايه حمراء وفلفلايه صفراء على حسب الكميه، يعني دول مثلا وركين حبيتي ان انت تعملي اكتر هتزيدي في الكميه بتاعت الفلفل او البصل او الثوم او اي حاجه، انما التوابل لما بتزيد في الاكل ما بتبقاش حلوه. مثلا 5 جرام فلفل اسمر مش عايزاها تطلع غامقه، يبقى فلفل ابيض هيدي نفس التيست. والحبهان وورق اللورا يعني مثلا ورقتين من دي على 3 حبات من دي مش هنكتر. وقلنا طبعا المرق الدجاج، بس المرق الدجاج عشان هي بتبقى مالحه فانت ما تحاوليش ان انت تحطي ملح كتير، تحط ملح. او يستحسن ما تحطيش ملح خالص، وهتطلع الطعم بتاعها عادي وجميل وباذن الله الف هنا والف شكر. طب سؤال يا شيف، اتفضل. انا بشوف ورقه اللحمه في ناس بتحط عليها بطاطس، في ناس بتحط قطع جزر، تمام، لو احنا عملنا كده وحطينا خضار عشان الولاد الصغيره الوان وكمان هياكلوا خضار يبقوا مبسوطين، تبقى الفكره حلوه ولا لا؟ هي الفكره بالنسبه للفراخ، بالنسبه للحمه لا. ليه؟ لان اللحمه بتاخد سوى جامد، لما تيجي تحط معاها بطاطس بتستوي زياده، بقت بلوزه، تمام. انما ممكن للفراخ عادي احط جزر واحط بطاطس عشان ولادنا الصغيرين ياكلوا الاكل الصحي الجميل الالوان، فيبقى ليها طعم وريحه وشكل حلو. هيبقى ليها طعم وريحه، وكمان البطاطس فايدتها للاطفال حلوه مش وحشه. يا ريت اولادنا كلها تاكل بطاطس، انا اتمنى ان انا اولادي تاكل بطاطس. طيب في سر كل ما تطلع معايا ريحه اكلك بتبقى مميزه، فاكيد ليك سر، ممكن تقول لنا السر نصه حتى؟ هو السر ده السر يعني هو الريحه اللي طالعه بزياده ديت ايه؟ السر ده بقى سبحان الله يعني من عند ربنا. هو ده اللي بيقولوا عليه النفس يعني؟ ده النفس اللي بيقولوا عليه. ولا الطاقه الايجابيه لما الانسان بيعمل حاجه بحب بيوصل لقلوب الناس بحب. طبعا ده فكل حاجة ست بيت، صح يا شيف ممكن انت تقول لي او لا، كل ست بيت لما بتيجي من شغلها تعبانه ومجهده ومش طايقه تعمل حاجه فعلا مهما عملت من اكلات ما يبقاش لها طعم، وفعلا الولاد ما بياكلوهاش، لكن لو هي حابه انها تعمل لهم سوري لو حاجه بسيطه جدا حاجه سهله جدا بس بتعملها بحب فبيبقى ليها ريحه وطعم ولون ومذاق، وبنبقى كلنا ملمومين حواليها. موافقني ولا مش موافقني؟ اوافقك طبعا، اوافقك. وكمان اللبس يا جماعه، يعني انا اول ما بلبس لبس الشيف انا بحس ان انا في المطبخ بجد، فبستطعم الشيء منه. لكن هجيب مثال كده بسيط، لما كنا بنعمل الانترفيو ايام الكورونا في البيت
وكان كل واحد فينا يجيب اللاب وبيلبس البيجامه ويقعد ويلبس جاكيت البدله على انه ايه شيف على انه بيعمل ميتنج. انا داخل ميتنج بس في اوضه النوم او في اوضه الصالون. فعلا ما كانش الاحساس بتاعه قوي. ليه؟ لانه هو مش ملتزم زي نفس روح. فعشان الحاجه تطلع معاك حلوه التزم بزيها بشكلها بنظافتها بريحتها. هتبص تلاقي نفسك ناجح بنسبه على الاقل 99%، لان الكمال لله. مفيش اي حاجه في الكون 100% كمال لله، ولكن احنا بنحاول. فحاولي وانت داخله تعملي الاكل تكوني سعيده. هتقولي لي وايه اللي يسعد؟ هو في ايامنا حاجه تسعد؟ كل حاجه في دنيتنا بتسعد يا شيف. انت لما بتخش بيتك يعني ليك بيت، فدي سعاده. لما تخش على زوجتك يعني ليك زوجه، فدي سعاده، في غيرك مالوش زوج. لما تخش على بيتك وعندك ولاد، سواء بنات او ولاد او حتى طفل واحد، بس دي نعمه من عند ربنا لازم تفرح بيها. غيرك مالوش باولاد. ليه بننسى ده كله نقول ايه؟ مفيش حاجه تسعد. معنى ان انا عندي اكل اكل، حتى لو الاكله دي وانت معايا اكيد، لو هي جبنه وعيش بس انا باكلها برضا، ففي نعمه. في حد تاني بيدور هيجيب الرغيف العيش منين، فكل دي سعاده. فمحدش يقول لي لو سمحتوا بطاقه سلبيه، لا احنا مفيش حاجه تسعد في الدنيا دي، كل حاجه في الدنيا تسعد. على سبيل المثال في موقف هنا غريب، التفاحه. التفاحه اما بتيجي في ايد واحد فينا بناكلها. لما وقعت في ايد نيوتن عمل لنا قانون الجاذبيه. لما وقعت في ايد الشيف حسن بص بقى عمل ايه. يا ريت يا عم عزب بقى تشوف الشيف حسن بيعمل ايه في التفاحه عشان يدينا اكثر سعاده. نتفاجئ كده، هي دي جمجمه ولا ايه اللي انت عامله ده؟ وش بيخوف. طب انت مش عايزنا ناكل؟ لا أنا بس مش... هو عاملها بمنتهى السعاده. انا حتى حرص بس على الاكل، حرص على الاكل. فتخيل انت لما تيجي تعمل منظر جميل زي ده لابنك او بنتك الصغيره وحارس على الاكل، فهو طبعا عايز يغلب الحارس فياكل. يبقى انا كسبت ان هو هياكل الاكله اللي هو رافضها. يبقى كل حاجه بسيطه ممكن اوصل لها بسعاده. ادينا نصيحه للسعاده او اكله تسميها اكله السعاده غير اللي عملتها لنا النهارده. اكله السعاده انا من اكلات اللي انا بعشقها خالص برضو، مش هنخرج عن الموضوع النهارده. ورقه السجق. ورقه السجق بتبقى تحفه تحفه تحفه، وبتعمل طاقه ايجابيه للي بياكلها. ده يعني احساسك انت. احساس انا صراحه ببقى مستمتع كده. يعني احنا لو جربناها ممكن نحس بنفس سعادتك وانت بتتكلم عليها. طبعا. طيب اي حد بيحب الاكل او بيهتم بمجال الاكل بيبقى في اكله مميزه ليه. ايوه طبعا. انا بقى بالاكله المميزه ليا دي السجق. ورقه السجق. ورقه السجق على الاخص. ورقه السجق بتعملها بنفس الطريقه؟ بنفس الطريقه دي بالظبط. طب قول لنا لو سجق يعني بدايه السجق احطه زي ما هو كده ولا اعمل فيه حاجه؟ لا قبلها؟ احنا بنقطعه بس مش أيوة بيبقى مش بيبقى الصباع كامل. احنا بنقطع مثلا صباع نصين. طب اخده غلوه قبلها ولا لا زي لا لا ما هو؟ لا, 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 لا زي ما هو. اصل معظم الاماكن اللي بتبيع ورق السجق بتبيع السجق عفوا الهانك ذات نفسه، انت مش بتجيبي الهانك وبتحشيه، هو انت بتجيبيه جاهز. تمام. فبيبقى محشي على طول فول صويا. تمام. معظمه فول صويا. فالفول الصويا ده بمجرد ما بيشم النار استوى فمش محتاج اللي احنا بنعمله. لا انت بس زي ما انا عملت كده مع الفراخ، هتقطعي كل المكونات عليه وتكمريه بالورقه الزبده والورقه الفويل، و10 دقايق هيبقى زي الفل. طب اسمع مني الوصفه وشوف وصفتك ولا وصفتي. اتفضلي. تعالوا بقى اقول لكم وصفه للسعاده، فيها حب، فيها احتواء، فيها تمني، فيها الامل، فيها حب الخير للغير. ايه رايك في الوصفه دي؟ جميله. نقولها تاني مع بعض. هم خمسه. يلا. حب واحتواء. ايوه. وتمني وامل وحب الخير للغير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. السلام. ختام. مع السلامه. جايه لكم في الحلقه الجايه بمواهب كده برضو جديده. جايه لكم في الحلقه الجايه بمواهب كده برضو جديده. واحنا هنستناك يا فاتن. جايه لكم في الحلقه الجايه بمواهب كده برضو جديده. جايه لكم في الحلقه الجايه بمواهب كده برضو جديده. واحنا هنستناك يا فاتن، دايما حبك جوانا ساكن. احنا هنستناك يا فاتن، دايما حبك جوانا ساكن. جوه قلوبنا حبيبه وحيده، فرويه جديده. ولا شيء عنكم يوم كده حشني. جمهوري الغالي هتوحشني، ولا شيء عنكم كده يوم حشني. واحنا بنستناك تملي كل